بسم الله قائمة أنوتيت، تمام. بلا فيها أوامر كتيرة كانت موجودة في الأوتوكاد، مش جديدة علينا. قال حاجة اسمها سبوت إليفيشن، تمام. ده بيوضح لي الارتفاع عن مستوى سطح الأرض، تمام. يعني ده أهو 2900 درجة التكييف. ناخد مرة تانية، دوت 1995. بدل ما كنت بقعد أحسب على طول الحسابات بتاعته كان بياخد وقت، لا ده هو على طول بيوفرها لي، مجرد بس ان انا احدد العنصر هو بيقول لي ده على ارتفاع كام، تمام. ناخد بعديها سبوت كوردينيت، تمام. ده بيحدد الاكس والواي بتاعتي زي ما حضرتك شايف، اهي بيحدد الاكس والواي بتاعتي زي ما انا عايز، تمام. ناخد اخر واحدة سبوت سلوب، ده لو عندي ماسورة فيها ميل هيجيب لي الميل بتاعها قد ايه، تمام. ده هنا مفيش اي حاجة صرف فمش قادر يجيب الميل بتاعها قد ايه. نخش على حاجة تانية اللي هي تيجي اول، تمام. لو انا عايز اكتب على كل واحدة من دول كمية الهواء اللي فيها، ده طبعا هياخد وقت جامد جدا مني في اي برنامج تاني عكس الريفت. الريفت باجي هنا اختار الحاجة اللي انا عايز المعلومات بتاعتها تبقى مكتوبة. انا عايز مثلا معلومات عن الابواب، عن الضغط، عن الفليكسبل، انا اختار اير تيرمينال تاجز، اوكي، تمام. تمام هتلاقيه خلاص في ثانية واحدة كتب على كل واحدة فيها كمية اللتر بير سكند في المشروع دوت في المشروع كله. ده طبعا بأي طريقة تانية كانت بتاخد وقت جامد جدا، رفت في ثانية واحدة بيخلص الموضوع ده كله، تمام. غالب بقية الأوامر موجودة قبل كده في حاجات تانية زي فيشن كلوز، زي الدايمنشن، زي الحاجات ديت، فمش محتاجة ان احنا نتعرض لها غير لو احتاجناها في مشاريع بعد كده او في تاني ان شاء الله. عمرو سليم.